السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في الورشة التدريبية السنوية. كنا بدأنا في الأسبوع السابق، كنا بدأنا عدة دروس تدريبية أو ورشات تدريبية. هذه السلسلة من الورش التدريبية بعنوان Weekly Graphic Design Workshops. كل أسبوع يكون في ورشة تدريبية بتناقش تصميم معين، ونقوم بدرس هذا التصميم ومراحل عمل هذا التصميم من البداية. أولا هيتم رفع الورشة التدريبية على موقع سكيلشير، سيتم رفع الترجمة باللغة العربية على قناة اليوتيوب بعدها تقريبا بأسبوعين أو أسبوع على الأقل. طبعا عند الورشة التدريبية، هذه الورشة التدريبية هتكون عبارة عن تصميم مخطوطة إسلامية. فنفترض في أول درس، هذا الدرس عبارة عن رسم المخطوطة أو كتابة المخطوطة على برنامج الكلك. فإذا هذا هو برنامج الكلك، هو نسخة 2010. فإذا فتحنا ملف أو صفحة جديدة، فإذا هنكتب في هذه المخطوطة أو في من هذه الأيقونة باللغة العربية. كلام سليم. فإذا هكذا ده أول نص تم كتابته في المخطوطة، فظهر ظهر هنا. فإذا هنختار الخط، نكتب وليكن إن الخط 100، أو 80، هنختار خط معين وليكن النسخ. أعتقد إن خط الثلث هيبقى أفضل في كتابة الآيات القرآنية. الصفحة غير الزوم، إن حاليا هو 50، فهيتم تكبير الزوم وعمل الزوم تقريبا 200 أو 150 مؤقتا. الخط هيكون ولكن 70، وممكن يكون في ممكن يكون كتابة الآية في سطرين، لكن يفضل أن نحاول نكتبها في سطر واحد. كلام سليم. فإذا هنختار حرف حرف ويتم ضبط الأحرف. بعد ذلك في شيء مهم، إننا ممكن F5 بيتم عمل ريفرش للصفحة الحالية. فإذا بالنسبة للنقاط، ممكن تصغير النقاط وليكن تكون 50 وريفرش. إذن حاليا احنا بنتم الضبط او ضبط الاحرف او الكلمات، بحيث يكون الكلمات في تباعد او في مسافات بين الكلمات، لان حاليا المسافات يعني تعتبر غير منطقية. فإذا تم وليكن ضبط طبعا المسافات او الاحرف. ممكن اختار رايت كليك على اي حرف ومن اذر شيبس، لكن هذا الحرف افضل، يعني هذا الشكل افضل، هو قريب من الصاد. ممكن نشوف كلام سليم. أيضا ممكن تصغير هذا الحرف أو هذه الجملة.
تمام. برضو هنختار هذه الكلمة. فإذا أول مرحلة بيتم تحريك الكلمات بحيث تكون الكلمات منضبطة والمسافات متساوية بين الكلمات. الخطوة الثانية إن هنكون بإضافة التشكيلات بالضبط بناء على موقع الآية القرآنية. فممكن لو هذا هو تطبيق آيات، فإذا إحنا بنقوم بكتابة هذه الآية أو هذه الكلمات من الآيات 85 من سورة الإسراء. فإذا هنقوم بإضافة التشكيلات طبقا لما موجود في لما هو موجود طبقا للآية. فإذا فأولا هنشوف أول حرف في تمام. فإذا نضفت التشكيلات ببساطة شديدة، نختار أول تشكيل ويتم إضافة عدة تشكيلات. هذا ممكن تصغير التشكيل اللي عمل ريفريش عن طريق F5. هو ممكن بالنسبة لها هنختار الموف تول أول كلمة أو أول حرف. فاحنا اخترنا شكل آخر لهذه الكلمة. تمام. فيتم تحريك التشكيل بناء على هذا. ممكن تصغير النقاط. بالنسبة لي هذا هيتم إضافة التشكيلات طبقا لما هو موجود في الآية القرآنية. كلام سليم. يتم وضع التشكيلات.
الخطوة التالية إن يتم إضافة التشكيلات الباقية في الكلمات الباقية. انتهينا بفضل الله من إضافة التشكيلات، الخطوة التالية ولكن في هنا بعض التشكيلات في غير مكان الصحيح، فإذا نختار السطر الأكمل ونذكر أن الخط ولكن 60 ريفرش بي اف 5 نختار تمام. في كلمة العلم، فهنا في سكون على الألف و كلام سليم. بعد ذلك من فايل في برنت، لكن المفترض هنغير لاندسكيب بهذا الشكل و برنت. هو عندنا بعض الأحرف اللي زي الواو واللام في غير مكانها، لكن هنعمل تيست نشوف ايه اللي هيحصل لو هنسمي هذا first أو 01 وهذاك. فتم لو فتحنا النص أو الـ PDF في الفوتوشوب فنشوف إن في بعض الأشياء اللي هيتم تعديلها. فإذا يتم تحريك الخط بهذا الشكل، ومرة أخرى أضغط على print landscape كنترول V برنت في لاندسكيب، نعمل ريفرش أولا، وهنا ممكن نحفظ النص. طيب برنت مرة أخرى لاندسكيب، كريت بي دي اف ثم 02. اذا بفضل الله تم النص. لو فتحناه في فوتوشوب هنجد ان النص نص بالتشكيل بكل شيء موجود في الملف. طيب يبقى اذا احنا حاليا في هذا الدرس تم كتابه المخطوطه في برنامج الكلي، وتم التعرف على جميع الخصائص في برنامج الكلي. فاذا احنا انتهينا من هذا الدرس. في خطوة واحدة فقط متبقية في هذا الدرس. لو ذهبنا إلى الفايل سيف هنحفظ الملف كصيغة، فتحنا سيف فنحفظه بصيغة KLX. لماذا؟ هنكتب لكم هنا فاحنا حفظنا هذا الملف بنفس الاسم البروجكت، في حين اننا ممكن نذهب مره اخرى الى هذا الملف
ويقوم بتعديل اي شيء بدل من ان نكتب الملف مره اخرى من البدايه. فاحنا استخدمنا خط الثلث، استخدمنا خط 65 اللي هو الفونت سايز، وهكذا. كنت هنا من اول الدرس، وفي الدرس القادم باذن الله تم تكمله ما بداناه، ونستخدم في الدرس القادم ادوبي فوتوشوب.